اهلا بكم في فيديو جديد من قناه تفجير وتدمير. قبل ما نبدا الفيديو حاب اعرفكم ان في عندي قناه تانية للكوميديا والضحك اسمها قناه فادي عضلات، هتلاقوا اللينك في الديسكريبشن. اشترك وفعل زر الاشعارات عشان يجي لك اشعار بكل جديد، ويلا بينا نبدا الفيديو. الوقت يا جماعه عايز اسالكم على سؤال مهم قوي دلوقتي. في امبارح كنت انا عامل فيديو اللي هو بوري الناس انا ضفت كام واحد في فورتنايت، وكنت انا ضايف اكتر من 1000 واحد. ففي واحد كتب لي كومنت قال لي بلاش تضيف ناس كتير في فورتنايت لان ممكن الاكونت يتقفل، وحصلت ليوتيوبرز كتير. فانا عايز اعرف يا جماعه، الكلام ده حقيقي فعلا؟ هل ممكن فعلا الاكونت يتقفل لو انا ضفت ناس كتير؟ انا عايز اطمن على الموضوع ده، لاني متعرفين اكونتات فورتنايت بالذات لما الاكونت بيتقفل صعب جدا انك تعمله حد تاني باحوار بقى. انا اعرف يعني الاكونت لو اتقفل، او انا مش فاهم اصلا هو قصده يتقفل يعني ايه، يعني ما اعرفش اخش على الاكونت خالص ولا يتبند، يعني انا مش فاهم. طالما قال كده كنت عايزه يديني امثله حيه، يعني يقول لي مثلا اسماء يوتيوبرز، يعني اللي يعرف منكم يا جماعه اسماء يوتيوبرز حصل معاهم الكلام ده بالفعل يقول لي عشان اتاكد من الموضوع ده وكده. لان انا من ساعه ما عرفت الموضوع ده وقفت اي اضافات، ما عادش بضيف حد خالص لغايه ما اتاكد من الموضوع ده، لان بصراحه مش عايز اغامر بالاكونت خالص. هو اي نعم ما عليهوش باتل باس ولا على اي حاجه، ما عليهوش باتل باس ولا على اي حاجه، بس برضه يعني انا اعرف ان الاكونت فعلا لما بيتبند في فورتنايت او الاكونت بيتقفل بقى من الصعب جدا انك تعمل واحد تاني. فيا ريت تطمنوا يا جماعه في الموضوع ده. وعايز اقول لكم ان انا النهارده هلعب فورتنايت غالبا ان شاء الله ابتداء من 1 الظهر، وهقعد بقى طول اليوم لغايه بالليل. زي ما قلت لكم انا طبعا هحط لكم لينك الديسكورد دلوقتي في الديسكريبشن، انضموا بقى من دلوقتي وخليكم جاهزين عشان انا هلعب مع الناس الجاهزه على طول، اللي هي مش لسه بقى هتخش الديسكورد ولسه لا، عايزين في الانجاز، عايز الناس اللي جاهزه على طول في الديسكورد عشان نلعب بصوت وننجز، لان زي ما قلت لكم هدي الاولويه للناس اللي بصوت. ويا ريت يا جماعه تعرفوني لعبه كريتيف ديستراكشن دي احملها منين، لاني احتمال برضو ان احاول الايام الجايه العبها شويه، لسه مش عارف. بس انا بفكر حاليا اركز على النهارده وبكره جمعه وسبت، اركز على فورتنايت. طبعا في الفتره دي مش غالبا مش هقدر انزل خالص اي فيديوهات جيم بلايز، لاني هنزل امتى؟ انا هبقى بلعب طول اليوم فورتنايت، فهنزل امتى فيديوهات جيم بلايز؟ هيبقى يا دوبك بس لو في فيديوهات كلام بسيطه، حاجات بسيطه كده هنزلها بس كده يا جماعه. ويا ريت تطمنوا يعني بخصوص الموضوع ده. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. عشان تعرف تشوف فيديوهاتي الجايه بكل سهوله، كل المطلوب منك هو انك تعمل اشتراك عن طريق ان انت هتروح على الزر الاحمر اللي اسمه اشتراك، هتدوس على الزرار دوت، يبقى انت كده اشتركت في القناه. لكن مازال في خطوه مهمه قوي ناقصه لازم تعملها، وهي انك تدوس على زرار الجرس عشان يجي لك اشعارات بكل جديد. واتمنى لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير للفيديو عشان تساعدني ان القناه بتاعتي تتطور، وبالتالي اقدم محتوى احسن. وشكرا جدا ليكم، والى لقاء اخر في فيديو جديد.